المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي كان له حديث لإحدى القنوات اليوم عن المظاهرات في العراق وعن الوضع. قال أن المظاهرات يعني هذه المظاهرات حصلت في فرنسا وفي دول أوروبية، ولكن يعني المذيعة قالت له ولكن لم يحصل قتلى بهذا الشكل. عزى هذا الموضوع سعد الحديثي وقال أن هناك أطراف خارجية تحاول أن تصعد الموقف وتنقل هذا الوضع إلى الفوضى. برأيك ما المفهوم من هذا الحديث لسعد الحديثي؟ والله بالنسبة لسعد الدكتور سعد الحديثي أنا عرفه شخصيا الرجل، هو كان جاري يعني في بغداد، نعم، شخصية أكاديمية، لكن لما أصبح ناطق باسم الحكومة أصبح واجبة أنه يبرر للحكومة تصرفاتها السيئة وأخطائها وإجرامها بحق الناس. يعني أي مسؤول، مع الأسف أي مسؤول سياسي يمتلك ذرة من الإحساس بالمسؤولية، نعم، كيف يبرر لهذه الحكومة قتل ناس أبرياء بالشارع؟ يعني هذه المسألة تفتقد إلى الجانب الأخلاقي، ناس تقتل بالشوارع، ما المطلوب منك أنت تبرر قتل هؤلاء الناس؟ إحنا ما نقارن لا فرنسا ولا في أمريكا، لكن هل مقبول أخلاقيا، مقبول أنه شخص بريء يمشي في الشارع يعترض من حقه يصرخ بسبب المعاناة اللي دا يتحملها ثم بعد ذلك يقتل؟ يأتي سعد الحديثي ويبرر للحكومة إجرامها؟ يعني أنا ما يعني لا يمكن تسميته إلا بأنه هذه مسألة، هذه قلة حياء من هذا الرجل، وهو يبرر الإجرام اللي يصير لقتل الناس في الشوارع.